ما يردش برضه يا شيخ ما يردش. حاولي تعمل ايه؟ حاول خليه ازاي؟ ابعد عني شويه. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ الدنيا حار. ما تخافيش يا اسطى. ايه ده؟ يا فضحتي. انت يا راجل حرفوش انت. انا مش عايز اموت هنا. انا استاذ رستم واحنا ممكن نموت هنا؟ كلك الموت يا تارك الصلاه. احنا فعلا هنموت هنا. انا مش عايز اموت. لو حد زعلان مني يسامحني عشان انا عايز اروح الجنه. وانا كمان عايز اروح الجنه والنبي. حاولوا تتحاشوا الاصطدام. معيني ما تزعليش مني يا معيني سامحيني. انا كنت مش ديسنت معاك انا عارفه. على فكره انا اللي بعت لك الست وخليتها تديكي صابون اللي بايظ عشان يبوظ لك البشره. انت اللي عملتي كده؟ البص للقرد وشوف عينيه ما تلاقيش الا السواد حواليه. قرد؟ معلش عندك حق بس ارجوكي تسامحيني. يوف يا اختي معلش يا طار. انا كده ده يا اختي لساني زالف على طول بقول الكلام مش فاهم. بس بصراحه الصراحه انا كمان بعتلك الكريم ده اللي بيتحط في الخلقه عشان يبوظ خلقتي كده يا معيني. طيب معلش معلش عشان نخش الجنة بس. الركنة بتاعتك يا شريفي من هنا ورايح لو ربنا نجانا. وخليني اقول لك على حاجة، كل المرايات والازاز اللي اتكسر ده انا اللي كسرته وهغيره لو ربنا كتب لنا عمر جديد. انا كنت بهزر معاك يعني بنكشك. كمان عايزك تسامحني يا معلم خاطر الكم محضر المخالفه اللي جولك من وزاره التموين عشان اللحمه المضروبه اللي عندك. طب وانت مالك ومال الموضوع ده؟ وانا اللي عملت لك الثلاث مخالفات دول يعني بهزر معاك بنكشك. الله يفيك الخير صحيت ضميري. انا كنت ببيع المستورد على انه بلدي. صحي ضميري يا استاذ شريف سامحني سامحوني كلكم. تعالي يا حبيبتي سامحني يا غالي سامحني. حد بيموت كده؟ خلاص بالراحه مش كده. اوعي بقى كفايه. تعال تعال سامحني. نسامح بعض كلنا. ما تخافوش سليمة 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 ان شاء الله. انت فين يا واد حرفوش في الصبح؟ انت فين يا ابن الله؟ اخوانا اخوانا احنا بين السماء والارض. ايه بس كده عشان ربنا يكرمنا ونوصل بسلام. ها هريدي هريدي تعالى هريدي. بابا ليه؟ ها هريدي الحمد لله. هريدي هريدي اجري بسرعه. انت المهندس حسن؟ ليه؟ الاسانسير معلق والعماره كلها محبوسه جواه. با يا نعمل ايه يا جمعه؟ انت المهندس حسن. حمام حمام ايه اللي بيحصل في يا جمعه؟ ايه اللي حصل؟ اشتح عليهم عسل بيه. الاسانسير معلق وكله كله محبوس جواه وزمانهم مقطعين بعض. او ماي جاد يعني بابا فوق. انا هحاول اتصرف على ما المهندس يجي. داد يا بابا.